اللي مشاكي ورايا نصيبه انتي؟ كنت عايزاه يفضل مستغفلني. انا كان قلبي حاسس، بقول له يا ريت في حاجه، يقول لي ابدا. انتي شوفي، وفي راجل في الدنيا يعني اصلا عمره هيقول؟ انتي عبيطه ولا ايه؟ ما الرجاله كلهم سينا واحده. بس انا بقى كنت فاكره غير كل الرجاله. عارفه يا بنت، لو كان جه قال لي حسني من كده يا سماح، ولا اعملي كده يا سماح، يا بنت يا محمد ما تعمليش كده، اعدلي شكلك، ولو ما كنتش صلحتها كان حقه يدوس على دماغي بمداسه. جرايه يا بنت مالك؟ واحده ولفت على جوزك هتسيبيه لها كده بالسهل؟ هو مش عيل صغير يا جيجي، لفت عليه اه بس برضا. بقى دي نوحة؟ أم رمش وحاجب؟ اللي كانت توقف الشارع كله على رجل؟ وتوقف أي واحد عند حده؟ جرى إيه يا بنت مالك؟ فين كده النسا والكهن؟ معلش يا أختي، معلش. وأرجع أقول لك برضه جوزك معذور. الله، دي وزيرة بيحفي وراها شنبات وليها جاه وسلطان. كل واحد في نفسه سلطان. معلش. بكره يفوق ويرجع لك. يومي بيحبك يا بنت وكلنا عارفين. عشان خاطري ايه بقى؟ وبعدين نسيتيني، ده انا جاي احكي لك حته دي الحكايه. عرفتيش الواد يوسف عمل ايه في غالي؟ بنت الشيمي جوزي. تعالي نشرب شاي. فريده الوكيل بعناها حرب على الكل. مالك يا اخويا؟ فيك ايه؟ مفيش. هو صحيح الكلام اللي امك قالته لي ده؟ بتقولي ان امينه في المستشفى. طب مش كنت تقولي واجب برضه ازورها؟ البت كويسه وجدعه معانا. انتوا متخانقين؟ مش متخانقين يا شيماء. تقدري تقولي أمينة سابتني، عرفت إني كداب، خبيت عليها حياتي. حياة إيه؟ ما أنت زي الفل أهو. بتهيألك كل بني آدم يا شيماء بتبقى جوا حدوتة، بتحصل له في ظروف أقوى منه، لما بيفوق ويعديها يحس انه لو فتح سيرتها مع حد هتبقى عامله زي الحبل، زي الحبل اللي بيشد جواها تاني، فبيسكت ما بيتكلمش. انا خبيت عليها والله العظيم، كنت هصارحها بس ده اللي حصل بقى، ملحقتش. كنت فاكر ان انت لما تروح تحكي لها هتصدقك. اللي بيحب حد بيصدقه. اللي بيحب حد ما بيخبيش حاجة عليه. شفت الكلب الواطي بيضرب بكل قوته. اهدي يا فريدة، اهدي. انت الراجل ده انت تعرف عنه حاجات كتير قوي، يعني ممكن تفضحيه هو وكل الناس اللي وراه. حتى لو حبيت اعمل كده مش هقدر. يعني ما تقدريش؟ يعني هنقعد نتفرج عليهم؟ بقول لك ايه؟ تجيب الحاجات دي كلها، نزلها جرايد ومجلات وتلفزيون وفي كل حته وعلى قد ما ايدينا تطول، حرب بحرب بقى. اللي انت بتقوله ده الحرب مش هتبقى مع جنرال ذات نفسه، الحرب هتبقى مع كل اللي فوقيه. ما هو معنى الكلام ده ان اللي فوقيه هم اللي عاملين فيكي كده. هي دي الكارثه. هي دي الكارثه يا ري، انت مش فاهم حاجه. الجنرال ما يقدرش يعمل كده من نفسه، ده أمر من فوق. أمر بسحب الحماية عني. أنا حاسة إن بقيت بالنسبة لهم كارت محروق. أنا لازم أسافر. افتح البتاعة الزبدة دي. تسافر فين؟ اهدي، تسافر فين؟ سفرك مش حل، أنت كده أنت بتهربي. أمال إيه الحل؟ إنه تقبض عليا هو الحل؟
ان اتسجن لوحدي هو الحل؟ ان اشوف الناس بتنهش في لحمي ويعرفوا كل حاجه عني؟ انا مش عارفه افكر، انا مش عارفه افكر. طب اهدي اهدي عشان اعرف افكر. مش عارفه افكر. انا بس كل اللي كان بيبقى قاهرني لما كانوا بيقولوا لي ان انا وحشه ووطيت راس اهلي في التراب، وانا ما عملتش حاجه. انا وطيت راسكم. انت مش وحشه، احنا اللي وحشين ولاد كلب. احنا اللي بنكسيكوا ونحجبكوا ونعريكوا وقت ما احنا عايزين. يا ريتني ما سافرت، ملعون ابو السفر للي جاب السفر. حتى لو ما كنت سافرت ده ما كانش هيغير حاجه، ده نصيب، نصيبه مكتوب. انا كان معايا واحده مقبوض عليها، كانت رايحه المستشفى تكشف، وهي معديه قالت تخش تتفرج، اتاخدت في الرجلين. ما كانش حد بيسمعنا. حقك عليا، ساعي فيها كل اللي حصل لك، انا السبب في اي حاجه. انا بس مش عايزاك تزعل مني ان انا خبيت عليك طول المده دي. انا كنت خايفه عليك، ما كنتش عايزه اقول لك. انا مش هسيبك تاني، كل اللي انت عايزه اعمله لك. انا عايزك تتبسطي، انسي انسي اللي حصل ده خالص، شيلي من دماغك. انا اخوكي بقول لك كده، انسي انا جنبك وافضل جنبك. مش هنروح لأمينة؟ مش وقته خالص، مش وقته. لا ازاي ده وقته؟ ما ينفعش نسيبها كده لوحدها، لازم نبقى احنا جدع منها. يلا يلا. لو هروح هتبقي معايا. انا لو رايح هتفضلي معايا على طول. مش هسيبك. حاضر. حبيبتي انت عامله افطار يكفي 10 تنفار ولا ايه؟ انا وشك يا حبيبي. كله اتغزى. ماشي. ده ايه ده، جبنه ده ولا ملح ولا ايه؟ كباب بيتهيألي. ايه ده؟ دخلت هنا ازاي؟ بتعمل ايه هنا؟ مش بيت مراتي؟ يبقى بيتي انا كمان. يا سلام. طب يلا يلا اطلع بره انت والسنكوحه اللي معاك دي قبل ما اطلب لك البوليس. احترمي جوزك قدام مراته يا حبيبتي عشان ما هزقتيش. اطلع بره يا واطي يا جبان يا زباله. مش كفايه اللي انت اخدته؟ كمان هتيجي تقعد في بيتي انت وهي؟ يلا انا هطلب لك البوليس هخليك ياخدك زي الكلب. حبيبتي افتحي اي دولاب من اللي وراكي دول والنبي. مش هتعرف تصدقني. هاتي الحته دي. اطلبي البوليس يا بنت الشيمي. اطلبي البوليس عشان يلمنا كلنا ويشمعها بالمره باللي فيها. واللي فيها كتير. حبي شوية شاي. حاضر يا حبيبي. صعبت عليك؟ اوعى يا رايد تستسلم للاحساس ده، لان انت كمان حكيلك لحظه ومش هتصعب على حد.
اركب عربيتك وتعالى ورايا. يلا. الشغل ده لسه في مكانه. ما حدا اطلع عليه غيرنا نحن واصحاب الارض اللي فيه. انت عايز تفهمني انا واقف ان مقبره بكر بحجم المقتنيات دي ومالناش فيها شركه ليه؟ اصحابها مطلعينها على زكاه؟ بصراحه يا شيمي بيه احنا معانا شركاء اجانب بس هم رافضين ان يتذكروا في الموضوع كله. تمام. وتمن الشركه كام بقى؟ 50 مليون من كل شريك. ايوه بس انا ما عنديش مبلغ زي ده، وحتى لو عندي مبلغ زي ده مش هحطه في صفقه واحده. المكسب 200%. وراح تستغرب اكتر لما بتعرف انه نحن ما راح ندفع ولا ليره واحده. الشركاء الاجانب هن اللي راح يدفعوا كل شيء. طب انا ايه المطلوب مني؟ الباور بتاعك يا سياده النائب ان الشغل ده يخرج بره. بصراحه الشركاء مش هياخدوه غير بره مصر. وده شرطهم الوحيد. تفهمين معنى الكلام ده ايه؟ خصوصا بعد فضيحه فريد النهارده الصبح. التفتيش في المطارات بقى صعب جدا الحاجات دي. الدنيا قامت ومش هتقعد تاني. راح يكون هذا الموضوع من صالحنا نحن. نحن تعودنا انه انسب توقيت تنفذ فيه مخطط لشيء هو هالتوقيت اللي كل الناس بتحكي فيه عن هذا الشيء، لانه ما حدا بيتوقع تنفيذه في هالتوقيت. فكر يا سياده النائب، المصلحه جامده جدا. معلش يا عم ياسين، أنا كنت أتمنى الظروف اللي أجيلك فيها تبقى ظروف أحسن من كده. ربنا يجعلها آخر الأحزان إن شاء الله. ربنا يبارك لك يا ابني. اللي بيحزن في نفسي إن واحد زي فؤاد دوت كان خيره على المنطقة كلها. تقوم تيجي آخرته كده؟ لا هو إيه؟ ما يعرفوش مين الكلاب اللي عملوا العملة السودة دي. لا إله إلا الله. إن شاء الله هيتعرف وهيتجاب إن شاء الله يا عم ياسين. مش معقولة يعني دم الراجل هيروح حضر كده. مش معقولة ليه؟ إحنا بقالنا قد إيه في بحر الدم دوت؟ رجاله وشباب زي الورد بيروحوا مننا في كل حته في مصر. كان حد قال لنا مين اللي موتهم؟ جيت على الجرح يا عم ياسين، عندك حق. ربنا يجعلها اخر الاحزان. مساء الخير يا عم ياسين. مساء الخير. انت مش فاكرني؟ لا والله مش واخد بالي. انا هايدي بنت فؤاد ابو الدهب. ازيك يا بنتي؟ ايه في حياتك؟ حياتك يا بابايا. اتفضلي اتفضلي حبيبتي اتفضلي. اللعبة دي اسمها الروليت الروسي. زي القمار بس مش على فلوس، على بني ادمين. بتحط طلقة في الخزنة وتنشن على خصمك وتضرب. لو طلعت الطلقه في خصمك تبقى كسبت، لو ما طلعتش يبقى الدور عليا. ده لو اللعب نضيف. في حاجه في الدنيا دي نضيفه؟ سر اللعبه بقى اللي احنا عايزين نموت ونحط اكتر من طلقه في الخزنه، واللي مش عايزين نموت ما نحطش ولا طلقه في الخزنه. للاسف ديبو بتاعكو بيلعب بخزنة مليانة طلقات وهيموتكم كلكم. وأنا دلوقتي بديك فرصة وعليك الاختيار. مطلوب مني يا باشا. فريد الوكيل بعد ال 12 عنها بقت كارت محروق. بالنسبة لي هي من عداد الأموات. كل المطلوب منك انك تتسلم. تقدر ولا ما تقدرش؟ حاضر يا باشا. اتفضل. والله يا بنتي ابوك في اخر ايامه ما كانش له سيره غيرك وانه يسافر لك. هنعمل ايه بقى؟ هدي الله ودي حكمته، ما حدش له في نفسه حاجه يا بنتي.
ياما قلت له يخلي باله من اللي حواليه وما يثقش في اي حد زياده عن اللزوم. الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده تقصدي ايه؟ فؤاد كان عايش في وسط اهله وناسه. انا عارفه مين اللي قتل بابا يا عم ياسين. انا مالي ومال اللي بتقوله ده يا حبيبي؟ احنا كان في بينا ورق وعقود ولازم اخلص. ما هو احنا دخلنا على الحلوه والمره. مره مين وحلوه مين يا بابا؟ انا ولا كنت اعرفك ولا كنت اعرف اخوك، ده كان بيعمل لنا شغل وبياخد حسابه وبس، ولا هو مفهمك ايه؟ كان زي ما كان ودخلتوا سوا الشركه ولعت الشركه، يبقى تصبروا علينا بقى، ولا هو طور وكتر سكاكينه. انا ما بتكلمش على الشركه اللي ولعت يا سيد، في فلوس اخوك اخدها مني ساعه التجهيز، ولا ما قالكش؟ قال لي. طب كويس، اصل انا كنت فاكراك هتهرب مني زي ما هو بيتهرب بالظبط. ميمي مش حرام يا مدام عشان يتهرب من الفلوس اللي عليه، انما انت عارفه الدنيا خربانه ازاي، اصبري شويه لغايه ما تتظبط. تتظبط ازاي؟ انت عارف ان احنا اخدنا قرض من البنك ولو ما اتدفعش في ميعاده هيتحجز على المكان. يوميها كلمت بابا قال لي ان هو رايح مشوار وهيخلص ويعدي على ناس قرايبنا يودعهم قبل السفر. قلت له لو كنت لسه جنب البيت عدي عليا شويه عشان محتاجه شويه ارقام مهمه للورق اللي بخلصها لهم. ورجع واتقابلنا على السكايب. خلاص يا الماني. ايوه يا ماني هنكلم في الموضوع ده تاني. ثانية واحدة بس قربت في النار على الشاي انا هجيلك. شفته مساعد، شفته داخل، شفته داخل الشقة. واضح طبعا انه كان فاهم ان باباكي بره البيت. الكلب ما كانش عارف ان في كاميرا بتصوره. ايوه بس نور الشقه المنور ده ما خلاهوش يشوف. بابا متعود يسيب نور الشقه منور خصوصا في الاحداث الاخيره والسرقه اللي بتحصل على اساس ان في حد في البيت يعني. خبت انده عليه بصوت عالي لحسن يسمعه ويعمل فيه حاجه. فكرت طلبته على الموبايل. مصعب تعمل ايه؟ جيت هنا ازاي؟ بتسرقني يا حرامي يا نصاب. سمع موبايل باباكي فوجئ انه في البيت. انا عمري ما سامح نفسي على اللي حصل. انا اللي برجعه للموت كل مره. اهدي يا بنتي اهدي، ما تعمليش في نفسك كده، ده قدر ربنا مش هنخش في قضاه. ايوه يا ابني اعمل لي امر ضبطه واحضرت فورا للواد اللي اسمه مسعد نخله. ميمي جاي في ايه وماشي في ايه؟ معلش يا سماح حصل عندي شويه شغل ومتاخر شويه. شغل ولا رايح له؟ رايح لمين؟ انا شفتك. شفتي ايه؟ شفتك وانت نازل من عندها وهي نازله وراك قد كده وانت عليك. وانت عليك تعرف عليا في اول سنه في عمرنا، ولا تكونش بقى هي وعداك بحته عيل. قولي انت عايزه تقولي ايه؟ مش هلومك على حاجه ابدا، وحقك تزعلي بس قبل ما تسألي فهميني. وبعد ما فهمت هتبقى انت فين يا ريه؟ معايا ولا معايا؟ ولا تكونش ناوي تشاركني فيك؟ تشارك مين يا سماح؟ انا عمري ما احب حد غيرك ابدا. وهي؟ هي ايه؟ هي مجرد شغل مش اكتر من كده. الست واقعه في ورطه ومحتاجاني جنبها. احنا مالنا ومالها؟ يعني ايه مالنا ومالها؟ من امتى وميمي بيشوف حد محتاجنا وبيمشي ويسيبه؟ بس انا محتاجاك اكتر منها والمصحف الشريف، وانت عارف ان انا ماليش حد غيرك. ماشي
تعيش حد غيرك. لازم تعرفي ان انا عمري ما احب حد غيرك في الدنيا دي يا سماح. الاستاذ جايب مراته التانية وجايين يقعدوا عندي هنا في بيتي يا بابي. ايه شغل البطاله ده؟ ايه حصلت؟ هما فين؟ قاعدين في الاوضه جوه. انا حاسس ان انا في كابوس مش قادر اصدق اللي بيحصل. ايه دي؟ انا هتصرف. يوسف! انت يا يوسف! ايه؟ في ايه؟ وانت عامله دوشه ليه؟ من غير كتر كلام، انتوا الاثنين بره البيت! ايه ده يا شيمي بيه احسن يطلع لك عرق. ده بيت مراتي. بيت مين يا اخويا؟ بيت مراتي يعني بيتي واعمل فيه اللي انا عايزه. مراتك لما تبقى راجل محترم ماله هدومك؟ قادر تصرف عليا بالشحات وسنكوح ومعاك استنى يا بنتي. انت تسكت خالص. وانت كمان يا بنتي انت باين عليك بنت ناس. ليه تخليها من فيك كده؟ مالكش دعوه بيها وكلمني انا هنا، طول ما انا في البيت ما اتكلمش حد غيري. بيتك انت اتجننت ولا ايه؟ جن لما يجنك بنت سافله وقلت الادب وقلت الربايه. هي اللي قلت الادب برضه؟ ايوه هي قلت الادب. اسمع يا شيمي انا لغايه دلوقتي عامل لك احترام. لكن والله كلمة زيادة هعلقها من شعرها على باب البيت. مين دي اللي هتعلقها من شعرها؟ صحيح. ما هو ما يعرفش إن أنت قلت الأدب. ما أنت أكيد مش حكيها له. ما حكيتليش إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. إيه اللي بيحصل؟ يا حلو. تحكي لبابي ولا أحكي له أنا؟ إيه اللي بيحصل ده؟ سيبك منه يا بابي. ده بني آدم ما يستاهلش أصلاً إنك تبص في خلقته. يلا يطلع. انا عايز افهم ايه اللي بيحصل. يلا يا بابي بليز. يلا لو سمحت. علم بجحا. ميرسي قوي يا شيمان انك جيتي. كنتيش لازم تتعبي نفسك خالص. ما تقوليش كده، احنا بقينا اخوات وهنبقى اكتر من الاخوات كمان ان شاء الله. صح؟ صح. ديبو بعت لك السلام. جالك كذا مره عشان يشوفك بس كل مره كان بيلاقيكي نايمه. ماما قالت لي. البنج بقى معلش. شيماء انت عارفة هما كانوا عايزين يقتلوني ليه؟ عشان القضية اللي أنا بكتبها. كنت عايزة أخد لك حقك انتي وكل اللي زيك. كنت هموت. لسه مش عايز تتكلمي؟ لازم تتكلمي يا شيماء ولازم تحكي اللي حصل لك. انا قلت لديبو. وعمل ايه؟ اتصدم. ما صدقش ان ده ممكن يكون بيحصل بجد. خدني في حضنه جامد قوي وقعد يتاسف لي كانه هو اللي غلط. حاسس بالذنب من ساعتها بس مش راضي يبين لي. انا عارفه ديبو كويس. حنين قوي من جوه. بس الحنيه اللي جوه بقت اكتر من الاول بكتير. انت عارفه ان هو بيحبك مش كده؟ هو قال لك احنا سيبنا بعض ليه؟ لا ما قاليش. وانت كمان ما تقوليليش مش عايزه اعرف. بس لازم تعرفي ان هو اتغير بجد. اتغير بقى بني ادم تاني. وانت السبب في ده. وعنده استعداد يصلح كل الغلط اللي عمله في حياته قبل كده. بس انت لازم تساعدي وتقفي جنبه. اديله فرصه. هو بيحبك وانت كمان بتحبيه. بتحبيه. هو بره. انا ديره. فاطمه انت قايلي مدام. على راسي عمري ما هنسى. تمام. لا انا همشي دلوقتي على طول. هاجي لك على المطار. مع السلامه. حاضر. باي. انت معاك عربيه رايق مش كده؟ اه معايا عربيه. ليه؟ هسافر طبعا. كلمته على التليفون ده اللي هو في المطار. وعدني ان هو هيأخر نزول اسمي في قائمه الممنوعين من السفر. بس بشرط لازم اكون في المطار خلال ساعتين. مش هينفع فريد. هو ايه اللي مش هينفع؟ مش هينفع تسافري.
انت معمول لك كمين. كمين ايه؟ انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك، الجنرال طلب مني اني اقتلك. فريدة، أنا عايزك تفهميني، أنا قلت له موافق عشان أدي نفسي فرصة، أدي نفسي وقت أقدر أفكر أحميك إزاي. لو كنت قلت له لأ كان بعت أي حد غيري عشان يقتلك. مش كافي كل اللي عملوه فيا أوصلت كمان للقتل. عشان كده أنا بقولك ده كمين معمول فيكي، صدقيني. أنا مش هصدق، أنا مش عارفة أفكر. عشان كده بقول لك ثق فيا. أنا أثق فيك إزاي؟ هو طلب منك الكلام ده إمتى؟ قابلته فين؟ ليه ما قلتليش قبل كده؟ هقول لك إزاي بس. يا فريدة أنت تليفونك على طول متراقب، زي انا متاكد دلوقتي انه عارف ان انا موجود عندك. مستني يعرف النتيجه. صح صح فريده، فريده اسمعيني اسمعيني وفهميني كويس، اعملي اللي هقولك عليه وبس، اسمعي كلامي. أكتر حد أنا حبيته، أكتر حد فتحت له قلبي وطمنت له. أنا طلبت منك إنك تتجوزني. فكرة ملوش لازمة الكلام ده. بتقولي كده ليه؟ خايفة مني ولا عشان تصعبي عليا فريدة؟ اعمل زي ما بقول لك، ننزل دلوقتي تجيبي كل الاوراق والملفات تروح تسلمي نفسك. محدش هيحميكي يا فريده غير البلد، محدش هيحميكي. بلد ايه اللي هتحميني؟ بلد ايه اللي انت بتطلبه مني؟ ده معناها ان انا احكم على نفسي طول عمري بالسجن. بلد ايه؟ بلد ايه يا فريده؟ يتحكم عليكي بالسجن احسن ما يتحكم عليكي بالاعدام. السلام. الله يسلمك. ماما كانت بتقولي ان انت بتسأل عني كتير. ميرسي، وميرسي كمان على اللي انت عملته يومها. انا لولاك كان زمان. متكمليش. متكملش ازاي؟ دي حقيقة. يعني لو اعتبرت اللي حصل ده اي حاجة اعتبريه دين. دين؟ دين ايه؟ يعني زي ما ساعدتك أنا كمان محتاج مساعدتك. أمين، أنا من غيرك مش هعرف أكمل. ده اسمه ابتزاز مش دين. اللي أنت فيه ده مفيش حد يقدر يساعدك غير نفسك. عارف. بس لوحدي مش هعرف أكمل. أنا محتاج منك إنك تصدقيني.
أمينة، اللي قدامك ده اتبهدل في الدنيا كتير، تعب وشقي من وانا عيل صغير، وانا بعتمد على نفسي ومش ندمان، بس ما كانش في حد بيقول لي الصح من الغلط. أمينة، أنا عمري ما حبيت حد قد ما حبيتك. بعد الحادثة دي أنا كنت بدعي ربنا ياخد من عمري ويديلك ويخفف عنك أي وجع، ولو لازم حد فينا يتألم هيكون أنا وهبقى مبسوط. أنا عمري ما حسيت مع حد بالإحساس ده. معاكي عرفت اني لما اكون فرحان انت اول حد يخطر في بالي، ولما الدنيا كانت بتضيع عليا انت بس اللي كنت بتهونيها. حبك علمني حاجات كتير، علمني اسامح الدنيا كلها. مش معقوله بعد ده كله تسيبيني لوحدي، ما ينفعش. بسميتك ينفع؟ لو شفت يطلع مين مديح؟ الواد مسعد الخسيس هو اللي يعمل كده في فؤاد. لسه وانا جايه لك كنت سامع الناس بيقولوا ان البوليس قبض عليه وجرجروه على الاسم. لو ابن الكلب عمال يعيط وينحنح زي النسوان قدامنا في القداس، كان ابوه هو اللي مات. ميت لو كان نطق كان زعق عليه. صدق اللي قال، يقتل القتيل ويمشي في جنازته. اللي مضايقني ان فؤاد كان بيعامله زي ابنه بالظبط ومش مستخسر فيه حاجه، ومأمنه على حاله وماله، بقى ده جزيته. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا ياسين، قدره مكتوب، ادعي له بالرحمة. تبقى وحشة أوي يا مديحة لما الواحد يبقى مستأمن حد ويجي في الآخر كده يغدر بيه ويديله السكة. مش كده ولا إيه يا مديحة؟ ما يغدر يا ياسين إلا ابن الحرام، وأنت عارف. اطمن يا أخويا، ربنا يقرب البعيد. إن شاء الله يا مديحة، إن شاء الله. في ايه يا شيمي؟ طبقك زي ما هو ليه يا حبيبي؟ ها؟ مالك بس؟ ما تروق. متضايق من حركة الكلب ده، مش عارف أعمل إيه. خايف تغاب عليه أكتر من كده الموضوع يكبر والمجلس الصحافة، أنت فاهمة بقى؟ لا لا، إحنا مش عايزين لا شوشرة ولا فضايح. عايزين نكن كده لحد ما الشغلانة اللي في إيدينا تخلص. تعرف يا جيجي، لو العملية دي تمت هتبقى أكبر شغلانة عملتها في حياتي. ساعتها بقى ربنا عوضني عن البزار اللي لهفوا مني الكلب ده. ما تخافش يا حبيبي، اللي اتاخد كله يرجع، بس بالطريقة. طريقة؟ أمال؟ ما تزعلش مني يعني، إنما لا أنت ولا بنتك ليكوا في الشغل ده. سيبهولي أنا بقى. أيوة بس هتعمل إيه يعني؟ ما تخافش، أخد الحق صنع برضه. وأنت طول عمرك رامي على اللي ما يتسماش ده يخلص لك أمورك. سيب جيجي بقى المرة دي هي اللي تخلصهولك، وشوف أنا هعمل إيه. أيوة بس. مفيش بس، ما تخافش، كله بالأدب، إحنا برضو ولاد ناس. الشقة اللي يوسف مرازي فيها بنتك دي هيطلع منها ورجله فوق رقبته، هو والبنت اللي قانيها هناك دي. وأنت تروق بقى كده للشغلانة اللي أنت بتعملها. أيوة بس أنا عايز أعرف أنت هتعمل إيه يعني؟ هوريك. بس الأول تاكلي كده هم هيك سيروها. يا احمد، اخبار الحاج ايه؟ مش احسن؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين يا ديبو. والله كان عايز اجي لكم، بس معلش الادويه والجلسات اللي بياخدها ديت بعيد عنك يعني. ربنا يشفيه، كان واجب عليا اروح ازوره، بس معلش الظروف معاك سمعيا شويه. ولا يهمك يا ديبو ولا يهمك، ان شاء الله ربنا يكرمك ويعديه على خير باذن الله. بقول لك ايه، هو موضوع المطعم ده كان فعلا مش متامن عليه؟ سيبك موضوع المطعم ده، انا عايزك في حاجه. امرني. احمد، انت دلوقتي بقيت زي اخويا بالظبط، وهتاخد اختي، يعني هتاخد حته مني ومش اي حته. انا مش هخبي عليك. خير يا ديبو؟ في ايه؟ ما تقلقنيش. مفيش، عندي شويه مشاكل وكان اخرها المطعم، واضح ان المشاكل دي مكمله معايا شويه. يا نهار اسود، يعني الموضوع ده حصل بفعل فعل مش ماس ولا عقب سجاره يعني؟
لا احمد مش ماس ولا واد سجارة. بقول لك ايه، انا عارف شويه علم خلصها بموتوسيكلات عداله والله. لا الموتوسيكلات دي خليها للزفه كلهم يجهزوا. زفت مين؟ رياض في زفتك انت وشيماء. انت بتتكلم بجد؟ يعني يعني انا نتكل على الله وبسرعه كمان. عايزك تاخد شيماء وتبعد عن هنا خالص، عايزها تبقى في حماك، محدش عارف اليومين الجايين فيهم ايه، وما تقلقش عينها تبقى عليك. شيماء في عينها دي وما تقلقش. نادين تعالي لو سمحتي، تعالي ما تخافيش مني، انا ما بعضش على فكرة، او على الاقل مش شرشوحة زي الراجل اللي احنا متجوزينه. انت خايفة مني ليه؟ نادين احنا ستات زي بعض ونفهم بعض كويس، واللي انت بتحسيه اكيد انا برضه بحسه، بس كل واحده بطريقتها، كل واحده في الظروف اللي هي بتتحط فيها. بس انا مش هسالك ايه اللي عمل فيكي كده، مش هسالك ليه واحده زيك تحط نفسها في موقف زي ده، بس انا عايزه اسالك حاجه واحده بس، هنفضل كده لحد امتى؟ انتي مقتنعة باللي انت بتعمليه ده؟ لو مبسوطة مرتاحة ما عنديش مشكلة، بس انتي قاعدة في بيتي، في بيتي انا وغصب عني كمان، ده ما يحركش فيكي اي حاجة، ما يخليكيش تحسي اي حاجة. حاسة، بس مش انا اللي عايزة كده، يوسف هو اللي عايز. وانتي موافقه عادي؟ طيب ما تسيبي البيت وتمشي، قولي له انا مش مرتاحه بالشكل ده، هيعمل لك ايه يعني؟ ما اقدرش يا غالي، ما اقدرش اقول يوسف كده، انا بحب. اوعي تكوني قاعده هنا يا نادين عشان فاكرة إن أنا ممكن أخطف منك يوسف، أو أنا لسه بحبه، أو أنا لسه بحس له حاجة. اطمني. لا بجد أنا بقولك اطمني كويس أوي، عشان يوسف خلاص انتهى بالنسبة لي، أنا ما بحسلوش أي حاجة، هو بالنسبة لي ولا حاجة. فهميني، خلي بالك على نفسك. بقولك إيه، لو في أي قلق كلمني على طول. سلام يا صاحبي. سلام. ميمي يا سيدي بعت عند الوزيره بيأمن. طب والنبي اساله، ما ينفعش نروح نأمن معاه، ولا احنا بنأمن في اللبش وبس؟ أمن على نفسك انت الاول. أمن على نفسي بتاع ايه يا عم؟ ما انا قاعد قدامك زي الفل اهو. في ايه؟ في ايه؟ وبعدين انت اخر واحد تقول الكلمتين دول، انت نسيت ان انت من يومين كنت حاطط دماغك في بق السبع ولا ايه؟ رحت للجنرال وفتحت صدري وقلت اللي انا عايزه، ما كنتش خايف، بس في الاخر ده تعبان لازم نحرص منه، افهم بقى. وايه الجديد في اللي انت بتقوله يا صاحبي؟ عادي، كلام عارفينه. الحاجات دي انت معرضها، فاتح على نفسك 100,000 باب، غالية وابوها وقبليهم سعيد، كلها بيبان منفذة على بعض، قفلها، قفلها بدل ما يعورونا، خلينا نركز في حاجة واحدة بس. كل اللي انت بتقول عليهم دول مش عارفين يعملوا مع اخوك حاجة. يعني الشيمي ده مش عضو مجلس الشعب؟ وياما هنا وياما هناك. ليه مش عارف ياخد معايا ولا حق ولا باطل؟ عشان انا مظبطه بالطريقة، عامل معاه الصح. والجنرال هتظبطه برضه بالطريقة؟ يا عم الجنرال ده خايف مننا أكتر ما احنا خايفين منه. اسمع يا يوسف، خايف مننا بقى مش خايف مننا، زي ما قلت لك ده تعبان، تعبان ولازم نحرص منه، لازم نأمن يا صاحبي، ده بيلعبنا. دي كل ده بيلعبنا، هو كيفه جايبه ان هو يخلص مننا، بس ما يقدرش فبيلعبنا وبس. الجنرال محرص مننا وخايف اكتر ما احنا محرصين منه وخايفين منه. تمشي كده يا صاحبي؟ فكر فيها دي، تمشي. الجنرال مش سهل يا يوسف، مش سهل. روق كده بس، انت اللي حصل حصل، خلينا نبتدي من جديد.
مش موضوع جديد. مشكلة الشيكات اللي أنا مضيتها لشركة ميمي. وأنت ليه تمضي الشيكات لشركة ميمي؟ مش هو اللي مستلف منها فلوس؟ ميمي متجوز وعنده بيت، يعني أسيبه يتسجن يعني؟ ما أنت لو كنت وافقتي من زمان كنا زماننا عندنا بيت وشفنا أي حد نلبسه ويخش السجن بدلنا. أنت عارف أكتر حاجة بتعجبني فيك إيه؟ إنك واخد كل حاجة ببساطة. طب كويس إني لقيتي حاجة تعجبك. أنت عارف ما تستهبلش، هتشتغلي بقى دلوقتي. تاني شغل؟ بقول لك إيه؟ شوفي لي أي شغلانة عندك، أسوق لك العربية، أعمل لك شاي، بس أكتر من كده مفيش. هفكر. ماشي فكري. ليه يا نادين كده؟ ليه كل ما بتكلميني بحس إن صوتك مش اللي هو؟ أنا كنت فاكراها إنها مجرد مشاكل بينك وبينه. بس توصل لحد كده؟ يجيبك شقة مراته التانية عشان يضايقها بيكي؟ يوسف مش كده يا ماما. يعني إيه يوسف مش كده؟ اللي بيحب حد ما بيستغلوش، ويوسف ده بيستغلك أسوأ استغلال في الدنيا. ولعلمك بقى الست دي ست محترمة، لأنها كان ممكن تطردني وتهني. كان بقى ساعتها يوسف كويس برضو؟ والله العظيم يوسف مش كده يا ماما. هي دي طريقة حبه، اللي ما يعرفوش يفتكر إن هو بيستغل أو بيعمل أي حاجة من الحاجات اللي انتي بتقوليها دي. بس اللي يعرفه ويقرب منه ويحس بيه هيعرف إنه ما يقصدش ولا حاجة من الحاجات دي خالص، صدقيني. بصي يا حبيبتي، زمان باباكي حب يوقع بيني وبين أهلي، كان عايز نخسرهم عشان هو ما بيحبهمش، بس أنا مرضتش. كانت النتيجة إيه؟ راح عاقبني واتجوز عليا، لأن شخصيتي وكرامتي مش ممكن أذلهم أبدا. وأنا ما بذلش نفسي يا ماما. ليه كلكم بتقولوا كده؟ أنا بحب، واللي بيحب حد ما بيحطش حسابات للكلام اللي أنتي بتقوليه ده. قولوا علي عبيطة غبية، قولوا اللي تقولوه، بس أنا بحب يوسف. والله العظيم يا ماما أنتي لو شفتيه زي ما أنا شايفاها هتعملي له أي حاجة، صدقيني يا ماما. ويعني متوقع إيه بعد المطعم؟ شخص زي ده مش متخيل ان حد ممكن يقف قدامه يقول له لا. لا مش كده وبس، ده طلب من ميمي يقتل الوزيره فريده الوكيل. دي خبطه صحفيه هايله. استني يا ام، خبطه ايه؟ هتودي الواد في داهيه؟ ميمي عمل حسابه، زي ما الست دي اشتغلت معاهم دلوقتي ممكن تشتغل في صفنا احنا. بس اللي انا عارفاه ان فريده متورطه في مافيا فساد واسعه جدا. ميمي كلمني واقنعها انها ممكن تسلم نفسها بالورق اللي تحت ايديها. كويس، بس مش كفايه، احنا محتاجين حد يساعدنا، واكيد هنلاقي اللي يساعدنا. أمينة خلينا في الأهم دلوقتي، في موضوع مهم عايز أكلمك فيه ولازم يحصل دلوقتي حالا. بعت له رسالة قلت له يجهز بيت الأوراق اللي حصلني بكرة على مكتب النائب العام الصبح. الورق اللي معايا ده برضه مهم بس مش كفاية. طب قولي له كمان لو عايز يكلمك على الرقم ده. بس ده مش موبايل، ده موبايل فاطمة وأكيد هتروح. إيه المشكلة يعني؟ ما تروح بتليفون تاني يحصل إيه يعني؟ حاضر. أنت فاهم معنى اللي طلبه منك الجنرال ده إيه؟ والله فريدة حاجات كتير. خايف منك ومن تهديداتك ليه؟ بعت لك رسالة تخويف على تليفونات تانية. بيضغط عليا ويحط لي تحت درسه. يعني زي ما تقولي كده بيضرب 30 عصفور بطلقة واحدة. يمكن كل اللي انت بتقوله ده صح. بس الأهم عندي الناس اللي فوق. اتخلوا عني خلاص. بمعنى صح رفعوا غطى الحماية. الجنرال مهما كانت قوته وسيطرته مجرد أداة في إيديهم. مش ممكن يعمل حاجة زي كده من نفسه. انا عايز اعرف دلوقتي الناس اللي ورا دول يطلعوا بيهم. اضحك عليك لو قلت لك اني اعرفهم كلهم. شبكه معقده، مش هتلاقي واحد فيهم يعرف كل اطرافه. تفتكر ان انا وافقتك عليه ده صح؟ بص يا فريدة، أنا قبل ما أعرف موضوع الناس التانيين دول كنت شايف إن إحنا صعب نقف قدام الشيطان لوحدينا. محتاجين مليون قوة عشان نقف ضده ونقطع له دراعه. بس كمان بعد ما عرفت موضوع الناس دي أنا شايف إن ده أحسن حل. لازم تسلم نفسك يا فريدة، اسمعي كلامي. أنت
انا هدخل اخد شاور، حاسه اني تعبانه قوي ومحتاجه ارتاح شويه. فاطمه. ايوه. حضري الحمام عشان عايزه اخد دوش. حاضر. مكان ممكن يعمل عليك فيه. اتفضلي. بس لازم اكلم ماما بس على ماشي هنكلمها كل حاجه بس استريح. الحمد لله على السلامه يا ديب. فاطمة. 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 فريدة.